هنعمل دلوقتي الشركسيه اللي ما فيش ابسط منها. هقول لكم على المقادير مبدئيا. احنا بنجيب فراخ وبنسلقها، بنجيب فراخ وبنسلقها خلاص، بنعمل المرقه منها، المرقه موجوده اهي والفراخ المسلوقه اهي. هيبقى معايا كمان في رز نكون مجهزينه، والوصفه دي مش للناس اللي عايزه تخس، الوصفه دي مخصوصه للنحاف بس للنحاف يا جماعه، ها انا باكد علشان ايه، دي بتخن جدا. اهم حاجه الرز لازم يكون معمول بسمنه بلدي كده حلو، علشان التكات الاصليه للشركسيه ان الرز كده يبقى معمول بسمنه بلدي، عشان هي دي من اسرار الشركسيه. خلاص طيب، ومعانا الفراخ والمرقه. هيبقى معانا ايه بقى كمان؟ كوبايتين عين جمل، وهيبقى فيه معانا كزبره ناشفه، وتوم حوالي معلقه توم كبيره، وحوالي معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ومعانا توست ناشف محمصينه، لازم يبقى ابيض غامق، هيبقى شكل الشركسيه لونها غريب. فاحنا هي عشان هو العين الجمل خلوا بالكم اصلا غامق، فلو معاه حاجه غامقه تانية اسمر يبقى هيبقى لونه غريب جدا، هيبقى لون صوص مثلا ديمي جلاس مثلا بتاع لحمه او حاجه، فنخلي بالنا. يبقى لازم يبقى التوست الابيض، ويفضل لو شلتوا منه الاطراف، الاطراف دي طبعا تحمصوها. طيب خلاص، ومعانا كزبره بس ناشفه للزينه بس كده. هنعمل ايه؟ اول حاجه بروح منزله هنا في حاجه بس تكون غويطه، عشان هنزل عليها الخلطه بعدين اللي احنا عاملينها. ايه ده، انت تحت الزيت زي كده، تحت الزيت معلقه الزيت وعليها التومه خلاص، اللي هو معلقه التوم الكبيره. وهنزل فيها ايه؟ هنزل فيها، ما هي بقى لانه حف بقى نتوسط شويه، يلا معلقتين تلاته، ده زيت صحي جدا فمش هيبقى فيه مشكله خالص، عشان نحف بس ما يزعلوش مني، عشان دايما يزعلوا مني يقولوا لي انت مش بتعملي لنا حاجه، في اي حته اروح فيها الاقي نحاف على طول مقابلني ويقولوا لي انت مش مهتميه بيه. لهم حاضر. هحط بقى الكزبره الناشفه، ثواني كده بقى، ونكون احنا بقى بنجيب العين جمل كده ونروح ضاربينه، نضرب ده بقى كده، هشيله على جنب بس عشان ايه، مش عايزه ياخد لون زياده. وحاطه فيه التوست، حسب كل واحد بقى عايز يحط توست محمص قد ايه، ده محمص ممكن ياخد لون اكتر شويه، بسيط مش اكتر عشان ما نغيرش من اللون، بس هو محمص. هنروح عشان المحمص بيدي طعم احلى، ضايفينه، كل واحد عايز يزود التوست، عايز يقلل، لان هو طبعا العين جمال غالي، فكل واحد حسب ما ايه ما يحب، والتوست مش غالي. هضربه الاول قبل ما احط اي سوائل عشان يضرب كويس. ده هنحط له بقى ايه، المرقه اللي معانا خلاص اهو، بنظبط وما نحطش كله، علشان ايه لو محتاجين تاني نزود، لكن ما نحطش من الاول كتير لانها هتكثف شويه معانا على النار بسبب ال التوست، لو احتاجنا نكثفها تاني بتوست بنكثف. بحطها بقى وبنظبط برضو بالملح والفلفل، كل واحد حسب هو عايز بقى كثافتها قد ايه، كل واحد حسب يحب كثافتها عامله ازاي. خلاص دي بنرجعها بقى هنا كده، وبنسيبها تاخد لها غلوه واحده. نحط بقى، انا مش عارفه اشيل دي، بسم الله الرحمن الرحيم، الصوص بتاع الشركسيه هنا كده على الوش وعلى الريحه، اوه كفايه كده. باقي بقى يتحط في ايه، في سوسيرة او حاجة جنبها. نعمل ايه بقى؟ انا يدوبك قطعت صدور الفراخ اللي ايه، يعني كل صدر روح قطعه كده بنص بطولي كده، بحيث انه يديني نفس الشكل، دي حركة بس عشان ايه يساعد على انه يديني، قال يعني بقى كله واخد نفس الشكل، شايفين يدي شكل جمالي كده.